معنا فيكم اكيد اليوم عنا العديد من الفقرات والضيوف يلي اكيد حيكونوا مميزين، وبنتمنى انه هيك نقدمكم لو حتى فكره بسيطه او خبره ممكن تضيف على الاكسبيرينس تبعيكم. واكيد بدي اقول لك مروه صباح الخير. صباح النور جيدا. صباح الخير. اليوم الاثنين 3 ايلول 2018 رح نكون معكم على مدى ساعتين من الوقت من 9 لل11 بفقرات ومحطات مختلفة. اليوم درجة الحرارة عم تكون منخفضة جيدة الحمد لله، عم تسجل 38 درجة. هذا الانخفاض